طيب تعالوا لحاجة تانية. لو زوج وصل لعلمه ان زوجته بتخونه مع حد تاني، انت بتمشي من هنا يا عمي، ففي واحد بيجي لزوجتك، فقال لها انا مسافر بكرة الصبح، وبكرة الصبح كمن في مكان امام المنزل حتى شاهد الراجل طالع شقته، فانتظر برها من الوقت حتى تطمئن ومن معها في العادي، وراح طالع فتح الشقة بمفتاحه ودخل أوضة النوم لقاه وقتله. هنا محاكم الجنايات قالوا لا يستفيد، قالوا بس ده كان انت بتعاقب على ان المفاجأة، وان المفاجأة بتشل عقله، تشل تفكيره، وبتشل هدوءه، ما بيبقاش حاجة هدوء. لكن ده كان قاعد وواحد قال له اتغظ شوية بس قاعد يرتب ليها، فازاي بعد ما هدي ورتب وعمل العدة وقاعد مستنيها ازاي كده؟ قاله التجهيز حاجة، ولما راح شاف الحاجة تانية ده موضوع تاني. ادي حضراتكم إلا هنا الظرف المخفف. بس أنا كان لي ثلاث بحوث في الجريمة دي. إيه هي؟ قالوا طيب لو الزوج بقى ارتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية ودخلت لقيته عملت محضر، النتيجة إيه؟ قالوا لا تسمع دعوة لو ضبطها متلبسة بالزنا، لا تسمع دعوة ولا يستفيد بالعذر المخفف، لأنه كان يجب أن يكون قدوة لزوجته. أنا اعترضت على الكلام ده وقلت الكلام ده، القانون اللي صدر بهذا الأمر ده قانون بيحض على الزنا وعلى الفسق وعلى الفجور، وأصلاً القانون المفروض بيحض على الفضيلة، لكن بيتقال ده كده أنت بتصدر قانون مادة 273 و277 بتقول إيه يا زوجة؟ زي ما عمل اعملي. طب ده قانون ينفع كلام ده؟ قلت لا الكلام ده ما ينفعش، ده أنا قلت أكتر من كده. قلت لا، في منزل الزوجية يعني أنت قلت لو هو زنى في منزل الزوجية بتاع مراته وهي دخلت لقيت على سريرها في أوضة نومها كذا وقتلته، قال لك لا ما تستفيدش، ده للزوج بس. قلت الله الزوج بس ازاي يعني؟ واحده دخلت تلاقي جوزها في هذا الوضع على سريرها وفي ده ازاي؟ ده هي ممكن تكون اقصى وفي حاله انفعال شديد، واللي تعمله مش داريه بيه، لا هي تخش السجن تاخد مؤبد او اعدام، وهو يعفى. قلت لا 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 لازم هنا يكون في تساوي في العقوبة، أنا ما بسويش في الحقوق، أنا بقول هنا نفس اللي هتصطدم بيه اللي هو اصطدم بيه قبل كده. وعشان كده أنا بقول يجب إن المادتين دول إما يحذفوا أو يعدلوا للحفاظ على الأسرة في 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 مصر، لأن إحنا شرقيين، وإن الزوج لو ارتكب جريمة يروح حتى لو وقع في مصيبة يقع، بس هي ما نسمح لهاش ان هي ترتكب الشيء مخالف للشرع وللإسلام وللشريعة. وعشان كده احنا ارجوكم ابحثوا واكتبوا بحوث في هذه الامور، لان المحامي لازم يبحث ولازم انه يصل الى مرحلة من الفقه، مش بس محامي وخلاص. انا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.